البريتس اولا نطمئن المواطنين على هذا الاجراء مباشره بعد المصادقه من طرف مجلس الحكومه خدينا التدابير باش نطمئنوا الناس بتكييف التوقيت المدرسي والمهم هو اللي راعينا خاص التلاميذ يدخلوا في الضوء المدرسه ديالهم ويخرجوا في الضوء لهذا اقترحنا باش غادي نزيدوا ساعه في الصباح دونك الدخول المدرسي سيتم في 9 صباحا والخروج في 6 مساء غير الا بغينا نقارنوا مع الوضعيه اللي كنا غادي نكونوا فيها في دوجنبير دوجنبير هو اقصر يوم اللي كيكون غروب الشمس في 5:15 فاش غنبقاو 5:15 وكانوا التلاميذ كيخرجوا في 6 مساء اي 45 دقيقه كيكونوا في الليل اليوم غادي نكونوا في 6:15 غروب الشمس غتكون في 6:15 والتلاميذ غيغادروا المدرسه في 6 اي 15 دقيقه قبل غروب الشمس هذا بالنسبه لنا هو الرهان الاهم اللي كان هي هاد التلاميذ خصهم يخرجوا في ضوء النهار ان هذا الاجراء غادي ينطلق ان شاء الله مباشره بعد العوده من العطله البينيه الاولى اي يوم الاربعاء 7 نوفمبر غادي نعملوا بهذا الدخول على الساعه 9 صباحا اليوم واحد المعطى جديد بحيث واحد العدد ديال العائلات قال لك داك الساعه اللي غادي تكون بين 12 و2 غير كافيه للتلاميذ باش يمكن له ياكلوا فيها اليوم المؤسسات غتبقى مفتوحه جميع التلاميذ يمكن لهم يستافدوا من المؤسسه ديالهم وحنا غنحتفظوا بهم من 9 للعرب يمكن الاباء ديالهم يحطوهم في المدرسه حتى من بعد بين الوحده والجوج فداك بين الوحده والجوج غادي يمكن لهم يجيبوا وجبه الغداء ديالهم وياكلوا في المؤسسه ديالهم قبل المؤسسه كانت كتشد بين 12 والجوج اليوم غتبقى مفتوحه هذا المعطى الثاني معطى اخر حنا هذا التغيير وهذا الاعتماد ديال الساعه غرينيتش زائد ساعه اعطتنا واحد المناسبه متينه باش نكبوا على اعاده النظر والدراسه ديال ما نسميه بالزمان الدراسي والايقاعات الدراسيه خاص لابد التلميذ ما يتجاوزش واحد 30 ساعه اسبوعيا اليوم المؤسسه مفتوحه من 9 الى 6 مساء وخاص التلميذ ما يفوتش 6 سوايع كل يوم اليوم كاين واحد العدد ديال الممارسات اللي كنمشيو فيها حتى 8 ديال السوايع في اليوم هذا بالنسبه لنا كي 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 يشكل واحد العدد ديال الاكراهات بالنسبه للتلاميذ وايضا بالنسبه للاساتذه دونك ان شاء الله حنا بصدد القيام بهذه الدراسه باش نغيروا هاد المعطى هذا ونحدوا عدد الساعات اسبوعيه من اقل من 30 ساعه هاد المبادره ديال فتح المؤسسه من 9 الى 4 حتى 6 مساء غتوفر لنا واحد الامكانيه ديال استعمال الفضاءات المدرسيه جد مهمه تقريبا الربع ديال الفضاءات ديال المؤسسه غادي يمكننا نستعملوها اي بحال اللي غادي نبنيو واحد 250 مؤسسه جديده دونك غادي تكون واحد النجاعه ايضا في استعمال المؤسسات المدرسيه هاد فتح المؤسسه طوال اليوم كي قلت غادي يوفرنا واحد الامكانيه ديال استعمال بنجاعه والامثل الفضاءات ديال المدرسه وايضا غادي عندنا ذاك المنظومه مسار اللي هي غادي دير لنا واحد الدراسه على اعاده النظر في استعمال الزمن اي الطفل يمكن له في واحد القسم يدخل في 10 ويدير 3 سوايع في الصباح وساعتين في العشيه ويبقى في المدرسه ديالو باش ياكل كاين واحد يقدر يدخل حتى 12 ويدير 4 سوايع وياكل في المدرسه كاين واحد جميع واحد العدد ديال
المرونه اللي غادي نراعيو باش نعطيو الفرصه لهذا التلميذ باش يستعمل الفضاء المدرسي ديالو في احسن الظروف. وايضا الاستاذ ما غاديش نرغموا عليه باش يبقى 8 السوايع في المؤسسه ولا 6 السوايع. حتى هو الاستاذ غادي يدير داك 4 السوايع ديالو في الحصه الصباحيه ويمشي يتغدى ويرجع ويدير واحد ساعتين في الحصه المسائيه باش. وهذا هو وهذه الحيويه وهذه الديناميه اللي بغينا نخلقوا في المؤسسات المدرسية. بالنسبة للأباء اللي هم موظفين، هل هناك إجراء اللي غادي يواكب هذا التوقيت؟ نعم، بالطبيعة لابد، ما يمكنش الحكومة، هذا هو الهم الشاغل ديالها، هو كيفاش نكيفوا التوقيت المدرسي وأيضا التوقيت الإداري. السيد وزير المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة تطرق إلى هذا، وتغيير كي كتعرفوا التغيير ديال الساعة الإدارية هو بمرسوم، ولابد من الحكومة باش نكب على هذه المسألة. وأنا عندي اليقين غادي تكون واحد المرونة بالنسبة للدخول الإداري في الصباح والخروج في المساء باش يمكننا نواكبوا هذا الإجراء ديال التوقيت المدرسي مع التوقيت الإداري. أنا غنقرا من 11 للجوج، واحد غيقرا من 3 للخمسة، تو فوا، وهذا الموبيليتي غادي تخيي دي كرينو أوغير سوبليمونتير.